النشرة، الجيش يشتبك مع مجموعة من أخطر المطلوبين. مئات النازحين يعودون إلى سوريا. مبسوطة أنك راجعة؟ كثير، بس في حرة إنه ما رجعنا كلنا مرة واحدة يعني، بس هي اللي إعادة إعمار سوريا ضرورة وطنية لبنانية. نحن ندعو اللبنانيين جميعا إلى إدراك أن إعمار سوريا هو ضرورة قومية عربية ووطنية لبنانية. وداعش يهاجم مبنى محافظة إربيل. أهلا بكم إلى هذه النشرة من قناة الجديد. البلاد الغارقة في خضار سياسي، يتسابق فيها المعنيون من يحجز لنفسه مساعيه تشريع الحشيشة، وآخرها تقديم نائب القوات اللبنانية توني حبشي مشروع قانون في هذا الشأن. أما بداية الأسبوع السياسية فلم تختلف عما سبق من أسابيع التكليف، لا جديد عدا دعوة رئيس المجلس النيابي اللجان المشتركة لعقد جلستها الأولى الخميس المقبل. وبانتظار إعادة تحريك الاتصالات مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم إلى بيروت، يغادر غدا وزير الخارجية جبران باسيل متوجها إلى واشنطن للاطلاع على الاتفاق الروسي الأمريكي لإعادة النازحين. ومع الذكرى الأولى لعملية تحرير الجرود، كانت الحدود الشرقية وتحديا لمدينة عرسال تشهد على عودة جديدة للنازحين باتجاه الأراضي السورية. والبقاع الذي يحاول استعادة أمنه وأمانه شهد اليوم اشتباكات بين الجيش ومجموعة من أخطر المطلوبين اللبنانيين والسوريين. وعلى الخط الفاصل بين الأراضي السورية والجولان المحتل، كانت القوض البيضاء تتابع مسيرها عبر الأراضي المحتلة برعاية إسرائيلية، الأمر الذي وصفته الخارجية السورية بالعملية الإجرامية التي قامت بها إسرائيل وأدواتها في المنطقة، والتي فضحت الطبيعة الحقيقية لتنظيم ما يسمى القوض البيضاء. بداية مع عودة النازحين السوريين، مع الزميلة حليمة طبيعة التي واكبت هذا النهار. حليمة يعطيك العافية، يعني من جديد، يعني حتى الساعة كم بلغ عدد النازحين أو الذين غادروا منطقة عرسال؟ شكرا على كميشة. عند 12 ظهرا يعني غادرت آخر حافلة من قافلة النازحين السوريين في عرسال من وادي الحمية القلمون الغربي عبر معبر الزمراني. هذه القافلة ضمت حوالي 800 نازح سوري أراد طوعا إلى بلداتهم، وهي قارة، الجراجير، سليطة، ورأس المعرة كما ذكرت، عبر معبر الزمراني بإشراف الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني، وأيضا بحضور UNHCR مفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي واكبت هذه العملية وراقبت سيرها. طبعا العملية كانت سريعة نسبيا، حيث بدأت الحافلات التي تطل النازحين، وهي يعني بطريقه اخرى هي عباره عن سيارات خاصه تعود اليهم من عربات وبيك اب وجرارات زراعيه عادوا بها الى بلداتهم. بدات هذه العمليه منذ 7 صباحا، حيث استحدث الامن العام اللبناني مركزين مؤقتين للتدقيق في اوراق العائدين والتثبت من ان جميع الذين عادوا اليوم وكانوا يعني في طريقهم الى العوده قد سجلوا أسماءهم لدى الأمن العام مسبقا، وكانت قد حصلت بعض التسهيلات مع الأطفال يعني الذين لم يكن قد تم تسجيلهم وغادروا مع أولياء أمرهم، أو حتى العجز يعني مثلا أحد الأشخاص الذي لم يكن قد سجل والدته فسمح له الأمن العام بأن يغادر معها. أود أن أشير إلى أنه هذه هي الدفعة الثالثة التي تغادر من عرسال، وكان سابقا قد غادر 200 في الدفعة الأولى، قد غادر 297 نازح، وفي الدفعة الثانية 380 نازحا، وفي هذه الدفعة حوالي
800 نازح، وكنت قد أشرت في رسالة سابقة إلى أن هذا العدد من النازحين ورغم أنه عدد يعني لا بأس به إلا أنه لا يشكل أكثر من 2% من مجمل النازحين الموجودين في عرسال. ميشا، سنستمع إلى أبرز المقابلات التي كنا قد أجريناها. أود أن أشير إلى أنه بعد مغادرة الحافلات من معبر الزمراني كان في استقبالهم الجيش السوري عند نقطة الأمن العام في الأراضي السورية. طبعا سنسمع الآن إلى أبرز المقابلات التي كنا قد أجريناها مع النازحين عودتهم إلى بلدتهم في القلمون الغربي. على الجرجير. على الجرجير. ليش باقيين هون؟ نحن بس عنا قريبة ما ننزل، بس نضب أغراضنا ونجهز أمورنا ونخلص شغلنا هون، عنا محلات ما سكرنا ونبيع وننزل طوارات. مبسوطة إنك راجعة؟ كثير، بس في حرة إنه ما رجعنا كلنا مرة واحدة يعني، بس هي اللي زعجتني. شو خبروكم عن الجو بضيعتكم؟ لا منيح الحمد لله ما في شيء. تشكر أهل عرسان فردة فردة. ضفونا واستضفونا وقدموا لنا كل شيء. متشكر جيش لبنان. متشكر. شو أخذين معكم؟ ما ناخذين شيء، حالنا. لحالك ولا عائلتك؟ لا كلنا، أنا بعائلي كمان. صور هالشباب كلها، هي وين رجعيني؟ هي نسيت إنه دمرونا، دمروا بيوتنا، قتلوا إخواتنا، قتلوا أطفالنا، شتتونا، هجرونا. شو لجنة نرجع؟ لجنة نرجع؟ نسينا النسوان اغتصبوها، نسينا الأولاد اللي قتلوها، نسينا العالم اللي سجنوها، ما عاد عرفنا عنها شيء. من عرسيل ولا من وين؟ أنا سوري. من وين؟ من فليطة وحية هوية. وليش يعني ما بد يعني كرمال هيدي المواضيع ما بدك ترجع؟ شو بدي ارجع اعمل؟ صار مصالحات؟ شو بدي ارجع اعمل؟ مصالحات ست اشهر، بعد ست اشهر بياخذوكي على الجيش، بيحطوكي بوجه المدفع، بيقوسوكي، بيقتلوكي. انا ليش بدي اروح؟ انا ليش بدي اروح؟ بيقولوا لك بيقول لك مضايقنا اهل عرسال هان كذاب. اهل عرسال حطونا على روسهم، اول ما جينا فتحوا لنا بيوتهم. وقعدونا، ونحن اهل فليطة واهل عرسال ما في شيء بيناتنا، نحن اهل من يوم الله خلقنا عجدود جدودنا بيشتغلوا مع بعض بالتهريب. وما في شيء، ليش هالعالم بدها ترجع؟ ليش هالعالم ضايجي؟ ما بيقولوا لك ما بعد، شو بدها تروح تعمل بسوريا؟ عندك اربع خمس شباب وانا اخذهم رواية، عم يشتغلوا بالمنشر وعم يوميتهم 100 دولار، انت وين اخذ اولادك رواية؟ صار لنا اربع سنين من اول ما صارت الاحداث. وهلا طيب بدنا نرجع ان شاء الله على الوطن ونشوف شو الله بده ييسر معنا. يكتر خيركم ويسلم دياتكم ان شاء الله. مشكورين كثير كثير ولكم الشكر يا رب. انت وعائلتك ولا لوحدك؟ لا لوحدي هلا بدنا نروح، بدنا بس نجي بناخد عائلتنا وبنروح ان شاء الله. كتر خيركم، بس لنظبط البيوت ونشوف كيف وين نحط. شكرا للزميلة حليمة طبيعة التي حدثتنا مباشرة عبر الهاتف من عرسال. ونبقى في البقاع إنما مع الزميلة ليال سعد للاطلاع على تفاصيل الاشتباك الذي وقع بين الجيش وبعض أخطر المطلوبين. ليال يعطيك العافية، بداية ما هي هذه الحادثة وما تفاصيلها؟ يعني أبدأ ميشا بالتأكيد أن نوع من الاستقرار الآن يخيم على منطقة الحمودية في بريتال بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني وفرق المجوقل وعدد من المطلوبين وعلى رأسهم علي زيد اسماعيل وهو أحد تجار المخدرات هنا. وكان الجيش صباحا قد قام بتطويق هذا المبنى الذي نراه بعدسة الزميل سمير أسمر، وهو هو العائد إلى علي زيد في منطقة الحمودية، وتخلل يعني عملية المداهمة إطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأيضا كان هناك استخدام لقذائف الRPG، وأيضا يعني هناك معلومات متضاربة عما إذا كان علي زيد قد هرب أو لا يزال مطوقا، غير أن المعلومات الأكيدة أن هناك طوق أمني محكم ضربه الجيش على كل مداخل بلدة الحمودية ويعني منطقة حزين أيضا، وهي البلدة المجاورة للحمودية حيث نحن الآن. يعني بحسب هذه
المعلومات، هناك تضارب أعيد وأشير، غير أن الجيش اللبناني يفيد أنه سيكون هناك بيان رسمي عن عدد الجرحى وعدد القتلى، ولكن المؤكد أن هناك قتيل قد سقط وهو من الجنسية السورية، حسين علي مطر الملقب بجمال، وهو مرافق علي زيد. وأيضا تم إلقاء القبض على محمد علي ناظم، وأصيب أيضا علي عباس اسماعيل الملقب بعيسى وهو ابن عم المطلوب علي زيد اسماعيل. وأشير إلى أن هناك من دون شك عدد من الجرحى وأيضا عدد من القتلى، ولكن لن ندخل بالأرقام لأن المعلومات لا تزال متضاربة حول العدد الدقيق من القتلى. إلى جانب رئيس بلدية حزين تفضل، يعني حج حضرتك هون بيتك مطل على محل مسار المداهمات، أولا أي ساعة بلشت وهل هيدي تعطي، يعني أشير مشى إلى أن هذه المداهمة من بعد الخطة الأمنية المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى، أول مرة بتكون بهيدي الضخامة. أولا هل كان متوقع في أنباء أنه بده يصير شيء؟ واحد. اثنين، كيف تم، حضرتك كنت عم تخبرنا أنه بين من وين؟ الساعة 9:30 صباحا قاعد على البرندة أنا وإلا قوي من الجيش اللبناني بحدود 25 ألية تقريبا مروا قدام منزلي من هون، بس سنرى بعدسة الزميل سمير. نعم تفضل. مروا من هون وهذا منزلي أنا أنتنية، نزلوا من هونيك على الطريق بقرب بيت صبري حمادي، وطلعنا من قبيلنا الجيش دخلت قوة لكبيري، يعني خلال 10 دقائق سمعنا إطلاق النار، بلش إطلاق النار كثيف، بس ما بنعرف يعني إطلاق النار صار يعني من الجيش من هونيك، يعني صار اطلاق نار قوي، صار في تبادل، تبادل اطلاق النار. نعم بقى يعني هذا الوضع، نحن وانا قاعد على البرندة صار رصاص يجي علينا، لذلك فزينا لجوا على البيت وهذا اللي صار. أسألك بموضوع الخطة الأمنية، يعني اليوم حضرتكم كأهل البقاع اللي هيدي المنطقة اللي تعتبر منسية إذا بدك، هل مع أنتم الخطة الأمنية وهل هو الأسلوب إذا بدك الطريقة الأفضل لتوقيف المطلوبين؟ لحجاوبك، نحن مع الخطة الأمنية طبعا، نحن بدنا أعمل بمنطقة بعلبك الهرمين، بس نحن بدنا الخطة الأمنية تكون مسنودة بخطة إنمائية. ونحن هودي المطلوبين اللي عم يقولوا مطلوبين 30,000 35,000 مطلوب منطقة بعلبك، نحن يعني نتمنى من الدولة أنه تعمل عفو، هالعفو هذا بيريح المنطقة أو حتى بيريح الدولة، الدولة اللبنانية كمان. نحن مش مع المداهمة أنه والله يداهموا وقتلوا الناس، يعني في أطفال في نساء، الخطة الأمنية نحن معها نفوش ضدها، بس نحن نطلب من الدولة أنه العفو العام عن المطلوبين، لأنه هذا ساعتها المطلوب بيرتاح نفسيا وبصير بأمان وبيرجع للحقيقة. بس نحن مش مع القتل، أنه قدام الدولة ويقتلوا يديهموا في نساء في أطفال، نحن مش هيك، نحن هذا ضد الأمر. شكرا لك. وانت مشكورة للجديد والله يخليك. أشير أيضا ميشا إلى أن بحسب المعلومات الأخيرة يعني هناك أنباء تشير إلى وفاة علي زيد إسماعيل وسبعة آخرين من مجموعته، وهم جميعهم يعني بمعظمهم من آل إسماعيل من عائلة علي زيد وأقاربه، يعني وربما أيضا يعملون معه وهم أيضا مطلوبين من الجيش اللبناني. هذه المعلومات يعني بانتظار تأكيدها ببيان من الجيش اللبناني، ولكن هذه هي المعطيات حتى هذه الساعة. على أي حال سنكون معكم بأي جديد. ميشا شكرا جزيلا لك ليال سعد على كل هذه المعلومات والتفاصيل، حدثنا مباشرة من بريتيل. وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن يدعو اللبنانيين جميعا للعمل على إعادة إعمار سوريا. وسط التحضيرات والاستعدادات الجارية لإعادة إعمار سوريا، نظمت مؤسسة الباشق وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية ورشة عمل في فندق الهيلتون الحبتور متخصصة بأفاق الاستثمار بمرحلة إعادة الإعمار. راعي
الورشة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن لفت خلال كلمته إلى أن مرحلة إعادة الأعمار في سوريا تزيد واقعية في ظل فرض الجيش السوري سيطرته على معظم الجغرافيا السورية، وأكد أن المقاومة التي أدركت حجم المخاطر كان لها شرف القتال والدفاع عن سوريا، معتبرا أن إعادة الأعمار ضرورة لدول المنطقة بأسرها. نحن ندعو اللبنانيين جميعا، سياسيين وشركات ومقاولين وصناعيين وتجار ومواطنين، إلى إدراك أن إعمار سوريا هو ضرورة قومية عربية ووطنية لبنانية، والمساهمة في إعمار سوريا هو أيضا مصلحة لبنانية، كما المساهمة في عودة النازحين السوريين إلى قراهم ومدنهم وبلداتهم، كما هو ضرورة وطنية سورية فهو ضرورة وطنية لبنانية. الوضع الآمن عاد، والوضع الاقتصادي في طور الإعادة. نحن نعول على العلاقات المميزة بين سوريا ولبنان شعبيا قبل حكوميا، نسعى لإعادة التواصل والصلة لهذا النبض والشريان، نتمنى من القطاعات الاقتصادية اللبنانية المساهمة الفعالة في عملية إعادة الأعمار. وألقيت كلمات ركزت على أهمية ومتانة العلاقات التي تربط لبنان وسوريا. أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أنه بعد عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته الخارجية وخلال اليومين المقبلين سيبحث في تشكيل لجنة فنية، وهي لجنة روسية لبنانية تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة النازحين. وقال في حديث لصحيفة الشرق الأوسط إن اللجنة لن تكون سياسية بل أمنية، بالنظر إلى أن الحكومة اللبنانية ترفض التعاطي مع النظام السوري بالشكل المباشر وتفوض هذا الموضوع كما تجري الأمور حاليا للأجهزة المعنية، في إشارة إلى المديرية العامة للأمن العام التي تتابع الأمور مع الجهات المختصة لتأمين متطلبات العودة. نقلت صحيفة الجمهورية عن الوزير طلال إرسلان قوله إنه مستعد لأن يتحمل ويصبر في السياسة مهما تطور الخلاف مع جنبلاط، أما يستسهل التعرض لكرامة الشخصية فهذا أمر ممنوع ولا يمكن أن أقبل به أو أسكت عنه حتى لو كانت ستخرب الدنيا. وأضاف يتهمونني تارة بأنني زلمة جبران باسيل وطورا بأنني أصبحت مارونيا، عيب، لقد تجاوزوا الخط الأحمر، وعلى وليد جنبلاط وجماعته أن يعلموا أنني متى شعرت بأن هناك استهدافا لكرامتي فأنا أصبح مثل الذئب الكاسر. بعد الفاصل، صيدا تعيد برجها الدفاعي. أهلا بكم من جديد. نوه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالدور الذي تلعبه قوات اليونيفيل في حفظ السلام في جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701. عون أكد أن لبنان طلب تجديد ولاية اليونيفيل سنة إضافية من دون أي تعديل في مهامها أو في عديدها وموازنتها. وقال خلال استقباله قائد اليونيفيل الجنرال مايكل بيري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان والتي استمرت سنتين، وشكر الجنرال بيري الرئيس عون على الدعم الذي لقيه خلال توليه قيادة اليونيفيل والتعاون الذي وجده لدى المسؤولين اللبنانيين وقيادة الجيش. وأمام وفد اغترابي من كندا، شدد عون على ضرورة المشاركة في تسهيل تسويق الإنتاج اللبناني في دنيا الانتشار، مؤكدا أن الخط الجوي الجديد بين بيروت ومدريد سيساعد في زيادة حركة التنقل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. قدم نائب بعلبك الهرملتوني حبشي اقتراح قانون من أجل تشريع زراعة نبتة الحشيشة لأغراض طبية، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب أن القانون يحدد ضوابط وشروط استعمال هذه النبتة وبتراخيص تشرف عليها وزارة الصحة. مع اقتراح القانون يلي قام فيه رفيقي وزميلي النائب السابق جوزيف المعلوف، اقتراح تعديل قانون رقم 673 على 98 وقدموا بأيار 2016. بنفس هالسياق عم بنقول تنحل مشاكل المزارع وتنحل مشاكل المدمن ونعالجه وتنقدر نوقف التاجر عند حدوده،
بدي أتقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل بعض أحكام ومواد القانون رقم 673 على 98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، وبدي أقدمه بإطار زراعة بديلة بتحول سلبية هالزراعة إلى إيجابية. وبيقوم جوهر القانون على النقاط التالية: استثناء نبتة الحشيشة من الخضر بإطار برنامج أو قانون كامل بيسمح بضبط الإنتاج لغايات طبية ولغايات علاجية. هالشي بيصير من خلال ترخيص لشركات أدوية ولشركات تصنيع أدوية تحديداً. هالترخيص بيجيز استعمال هذا المنتج، منتج هذه الزراعة، فقط لغايات طبية، والإشراف بيكون تحت إشراف وزارة الصحة. أعلنت إدارة مستشفى ومركز بلفيو الطبي عن نجاح أول عملية زرع رحم في لبنان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤتمر صحفي عقد برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حصباني. الفريق الطبي بمستشفى بلفيو مع إدارتها كانوا دايما حريصين على أنه يكون هالعمل ضمن هالإطار الصحيح، وأيضا كانوا حريصين أن يكونوا دايما سباقين وفي الطليعة بهالنوع من الإنجازات. وهون بوجهكم تحية جميعا على العمل اللي عم بتقوموا فيه لحتى تخلوا لبنان بالطليعة، لحتى تبيضوا صورة لبنان من ناحية الإنجازات، بالرغم من كل اللي عم بيعملوا جهدهم بقلب لبنان وخارج لبنان من أنه يشوهوا له صورته غصبا عن اللي عم بيشتغلوا بالطريقة الصحيحة. بس نحن نقول لهم لا، غصبا عنكم أنتوا اللي عم بيشتغل صحيح هو اللي بده يخلي صورة لبنان صحيحة. التقى نائب عبد الرحيم مراد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وجدد من دار الفتوى مطلب النواب العشرة من خارج عباءة تيار المستقبل بتمثيلهم في الحكومة، مؤكدا دعم الرئيس المكلف في التأليف. طبعا كل الدعم لدولة الرئيس سعد الحريري فيما يتعلق به، انه هو الذي يشكل وبالتالي يطرح الموضوع للحوار مع فخامة الرئيس. ونحن كمان كالعادة تمنينا يعني فيما يتعلق بحصتنا نحن كعشر نواب سندي من خارج تيار المستقبل أن يكون لهم تمثيل داخل مجلس الوزراء. أيضا الوضع العربي يعني على الأقل تقدير يكون من الحد الأدنى من التماسك بين بعضنا البعض لمواجهة كل هذه التهديدات، كل هذه المآسي التي تواجهنا في فلسطين. التسوية بسوريا صارت إلى طابع دولي، وصار واضح أنه استقرت الأمور، وبالتالي هلأ النقاش يدور حول إعادة الأعمار. بس بنتسأل نحن، بدنا نضل مستمرين بالنائب النفس والقول بنعمل ولا ما بنعملش ولا آخره، أين الأوان لنتخلى عن هذا الشعار للأسف الشديد السلبي والسيء؟ العنوان الرئيسي عودة النازحين، والعنوان الثاني تصريف المنتجات الزراعية، والعنوان الثالث إعادة العلاقات الصحية بين سوريا وبين لبنان. نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما في ساحة رياض الصلح. المعتصمون طالبوا بإلغاء عقود المصالحة التي وصفوها بغير القانونية والمذلة، سيما وأنهم يتقاضون أتعابهم بعد 3 سنوات معولين على رئيس الجامعة ومجلسها باتخاذ قراراتهم بحرية. كما ناشدوا المسؤولين أن يضعوا ملف التفرغ من ضمن أولوياتهم. والدولة والمعالي والسعادة، نناشدكم من على قارعة الطريق وأنتم في نعيم مواقعكم أن اجعلوا ملف التفرغ أولوية بالنسبة إليكم، واحتفلوا ولو لمرة واحدة بنصرة مظلوم استثناه تفرغ العام 2014 ومستحق للتفرغ ينتظر ميلاد استقراره الوظيفي والمعيشي. واعلموا أن المتعاقد في الجامعة اللبنانية وهو إذ يطرق بابكم كل يوم فإنه لا يستعطي أحدا، وإنما يطالب بحقه المقدس والمكتسب.
بعد 20 سنة من عمل التنقيب في موقع الفرار الأثري في صيدا، اكتشاف برج دفاعي على سور تاريخي لصيدا القديمة يعود للعصر الإسلامي. 20 عاما مرت على بدء أعمال التنقيب التي تقوم بها بعثة المتحف البريطاني بالتعاون مع المديرية العامة للأثار في موقع الفرار الأثري في صيدا القديمة، وقد أسفرت هذه الأعمال عن اكتشافات هامة ونادرة وأضاءت على حقبات مختلفة من تاريخ المدينة القديمة بدءا من 1400 قبل الميلاد وحتى العصور الإسلامية، وأخرجت بعضا مما تختزنه أرض صيدا القديمة من آثار لحضارات وشعوب مرت على المدينة. نحن هون على اكتشاف جديد، هو برج دفاعي بينتمي للتحسينات الدفاعية اللي لقيناها على بجنوب موقع الفخار، وبينتمي للعصر الإسلامي، ومثل ما بتشوفوا هون ما استعملوا لي وقت كتير طويل لأنه بنيو بالمساحة الداخلية تبعيته مستودع صغير من عصر المماليك. سرحال عرضت بعضا من المكتشفات التي أسفرت عنها أعمال التنقيب مؤخرا، منها آنية رخامية نادرة من مصر القديمة وعقد من الأحجار الكريمة وفخاريات بأشكال فنية، وأكدت على أهمية متحف صيدا التاريخي الذي يقوم فوق الموقع نفسه ويجري العمل في مرحلته الثانية بعد تأمين هبة من دولة الكويت. نفت مجموعة ميقات التجارية أي علاقة لها بأزمة القروض السكنية، وفي بيان صادر عن المجموعة قالت إنها تتعرض لحملة تشهير وتجنن انطلق فيها مروجوها والمشاركين فيها من معطيات تجارية بحتة لبث أضاليل وأكاذيب بهدف التشهير السياسي ليس إلا، مؤكدة أن المجموعة لم تستحصل على قروض من المؤسسة العامة للإسكان أو من مصرف الإسكان لا في السابق ولا في الحاضر، إنما تقدم أفراد ووفقا للأصول بتقديم طلبات من أحد المصارف التجارية للحصول على قروض لشراء مساكن بموجب قرار المصرف المركزي. وختم البيان بأن أسوأ ما كشفته هذه الحملة علينا هو نهج الفوضى والغوغائية في مقاربة مجمل الملفات لا سيما التجارية والاستثمارية، وعدم حفظ الحقوق التجارية أو حماية الشركات وقيودها العامة والتجارية، محذرة من أن هذا الأمر لا يشجع الاستثمار، واضعة المسألة برسم القضاء والسلطات المختصة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. ترامب يرد على التهديد بتهديد. أهلا بكم من جديد. انطلقت صافرات في مناطق الجليل الأعلى شمالي الأراضي المحتلة بالقرب من الحدود مع سوريا ولبنان، وبثت لقطات لإطلاق صواريخ لما بدأ أنه اعتراض لصاروخ أو طائرة مسيرة في الجو. المتحدث باسم جيش العدو قال إن انطلاق صافرات الإنذار في الشمال هو نتيجة القتال الدائر في سوريا، وأنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية من منظومة مقلاع داوود بعد رصد صواريخ أطلقت من سوريا وسقطت في الداخل السوري، وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال هذا النوع من الصواريخ. تمكنت قوات الأمن العراقية من قتل المسلحين الذين هاجموا مبنى المحافظة في إربيل، وكانت مجموعة تتبع لتنظيم داعش قد دخلت مبنى المحافظة وشرعت بإطلاق النار من النوافذ على قوات الأمن الكردية واحتجزت عددا من الرهائن. محافظ إربيل أعلن عن مقتل أحد الموظفين من دون ذكر ما إذا قتل على يد المهاجمين أو خلال العملية الأمنية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الإيراني حسن روحاني من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى بعد أن حذر روحاني ترامب من تبني سياسات عدائية ضد طهران. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ. لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت، احترسوا. وقع حادث إطلاق نار في الحي اليوناني من مدينة تورونتو الكندية، وقالت الشرطة في المدينة إن 9 أشخاص بينهم فتاة أصيبوا في عملية إطلاق نار في وسط المدينة، وإن المسلح أطلق النار باتجاه الشرطة قبل أن يقدم على الانتحار. كان في النشرة: الجيش يشتبك مع مجموعة من أخطر المطلوبين. مئات النازحين يعودون إلى سوريا.
مبسوطة أنك راجعة؟ كثير، بس في حرة إنه ما رجعنا كلنا مرة واحدة يعني، بس هي اللي إعادة إعمار سوريا ضرورة وطنية لبنانية. نحن ندعو اللبنانيين جميعا إلى إدراك أن إعمار سوريا هو ضرورة قومية عربية ووطنية لبنانية. وداعش يهاجم مبنى محافظة إربيل. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.